مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبقى أجواء متقلبة تميز يوم الغد بحول الله المناطق الشمالية. الأمطار تكون من حين لآخر على كافة المناطق الشمالية، أحيانا على شكل زخات رعدية بالنسبة للسواحل. الثلوج تبقى تخص المدن الداخلية التي يفوق علوها 900 متر. السحب عابرة مع أجواء باردة من الثورة نحو شمال الصحراء لغاية منطقة الواحات، وصفاء تام من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. 6 درجات تحت الصفر ستسجل خلال ليلة اليوم بالبيض، تقريبا نفس المقياس بالجلفة. درجتين تحت الصفر بكل من قسنطينة، خنشلة وملبواقي، ما بين درجتين إلى 4 درجات بسواحل، درجتين أيضا ببشار وغردية، 3 درجات بالجنوب الشرقي، 6 درجات بتندوف، درجة واحدة فقط بتمنراس و11 بإنقزام. خلال ظهيرة الغد البرودة تبقى محسوسة بالمناطق الشمالية إلى غاية شمال الصحراء، درجتين فقط بالبيض، 9 درجات بقسنطينة بباتنا سطيف، 11 درجة بتيزي وزو، ما بين 12 إلى 14 بسواحل، نفس المقياس بشمال الصحراء، 19 بتندوف، بن عباس، أضرار، تميمون، المنيعة وإن صلاح، وتفوق 20 درجة بأقصى الجنوب لتقرب 27 درجة كعلى مقياس بإن قزام. البحر خلال يوم الغد سيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو السواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة على العموم.